الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محدثكم خالد السعيد، أناقش شتى المواضيع والقضايا، وبإمكانكم مشاركة آرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسون تقيمون المقطع بالضغط على زر الإعجاب واللايك، وتقدرون تابعون القناة بالاشتراك فيها أو حتى متابعتي على باقي منصات التواصل الاجتماعي وبتحصلونها في خانة الوصف. فإحنا ندخل نتشعب في العديد من المواضيع، ومن ضمنها آخر الأمور الترفيهية اللي تحصل حتى في منصات التواصل الاجتماعي، واللي يمكن لاحظ بعضكم تشديدات منصات التواصل الاجتماعي وحتى السلطات في الدول اللي بدأت تتخذ إجراءات صارمة مع الأشخاص اللي يتعدون القانون. ولا شك أن الأمر اللي يسعدنا أكثر وجود الأشخاص اللي ينتقدون تلك الأعمال اللي جالسة تأثر على المتابع، خصوصا في منصات التواصل الاجتماعي، والتصدي للمحتويات التافهة وأصحابها. وأكيد ما ننسى رجعة حملة كلاب الشهرة اللي بدوها أحمد ومحمد في منصة اليوتيوب، حتى أنهم يواصلون بالانتقاد ومحاولة إيقاف التفاهات اللي جالسة تنتشر في منصات التواصل الاجتماعي. وعلى أن رجعتهم أسعدت العديد من المتابعين، إلا أن محمد من قناة أحمد ومحمد بغى يجيب العيد بعد ما نزل بث إيجابي في منصة الانستغرام وعرضها أيضا في منصة اليوتيوب. وكان هدف محمد من خلال البث الإيجابي أنه يمدح بعض الأشخاص اللي جاب سيرتهم في الماضي، لأن في قناتهم أغلبها ذم ويقل فيها المدح. والعديد من الناس اللي دخلوا معه في البث كانوا متشوقين إلى أنه يتفاعلون مع أحمد ومحمد، وكان يقول محمد في البث أنه لازم نمدح الأشخاص اللي جبنا سيرتهم ومدح زين، وصار عاد ما يعرف وشون يمدحهم، ويقوم يقول للمتابعين امدحوهم. لا، وبعدين ما هو بأي مدح، لازم هو ينقي المدح الزين عن المدح الشين. وقام العديد منهم يذكرونه بأن فيه مواضيع أهم من المدح، وخصوصا ما انتشر عن دايلر في الآونة الأخيرة بأنه تم القبض عليه، لكن محمد الله يهديه قام يطردهم من البث لأنهم ما قاموا يمدحون التافهين اللي جاب سيرتهم وما يستحقون المدح. ولو أن الهدف تغير شوي وكان نوعا ما مثير للاشمئزاز، خصوصا بعد ما قام محمد يطرد بعض المتابعين لأنهم ما مدحوا الأشخاص التافهين اللي جاب سيرتهم، لكن ولله الحمد دخل أخوه أحمد في الآونة الأخيرة وأنقذ الوضع، وخلى البث في قناة أحمد ومحمد بدل ما يكون إيجابي تصنعي خلاه إيجابي واقعي من خلال انصاف الاشخاص اللي يتم نقدهم. فجهود احمد ومحمد لا شك انهم يشكرون عليها، خصوصا في تسليط الضوء على التافهين، لعل يكون انتقادهم رادع لكل شخص بيقلدهم، وهذا اللي خلى الحمله تتوسع حتى عاد لنا ميكس 19 ووسع الحمله اكثر بعد ما ضم سانشيرو معه في مشروعهم الجديد بقناه كلام كثير، اللي يسلطون الضوء على العديد من القضايا اللي جالسه تحصل في منصات التواصل الاجتماعي. ولا ننسى ايضا قناة سانشيرو اللي افتحت مؤخرا وانضمت لحملة كلاب الشهرة، واللي صراحة أبدع خصوصا في الآونة الأخيرة، وكان سانشيرو من أوائل الأشخاص اللي اكشفوا بعض المحتويات التافهة، مثل ما سوى عبدالله النعيمي مؤخرا، وكان يبي مقلب المتابعين على أنه مستعد للزواج وأنه بيخطب، وبعدها قام يتجهز للزواج واستمر فترة على ذلك إلين قبل كم يوم، ونزل عبدالله النعيمي مقطع على أنه انفصل بعد فترة بسيطة من زواجه، واللي كان مقلب على المتابعين وزاد غضب متابعين عبد الله النعيمي عليه، خصوصا انه كان يجذب الناس بمواضيعه اللي حطها في العنوان او حتى صورة المقطع او اللي يسمونها الثامنيل. فعبد الله النعيمي فعلا ما ارتفعت مشاهداته الا بعد ما قام يركز على تصميم صور المقاطع والثامنيل، ولدرجة انه احيانا يقوم يتحول الرجل الاخضر او هولك ويعفط وجهه في الصورة حتى انه يجذب الناس ويتابعون مقطعه اللي هو عارضه في قناته. ولا شك أن أخذ الحركة هذه من العديد من اليوتيوبرز، وأيضا الفكرة سبق يوتيوبرز سواها في منصة اليوتيوب مثل دايلر. فدايلر عنده قناة في منصة اليوتيوب وله فترة وهو يسوي ذا الحركات مع المتابعين ويحاول يجذبهم من خلال بعض التصاميم أو حتى العناوين اللي حطها للمقاطع، بحيث أنه يجذب الناس ويضغطون على مقطع. فالحركة هذه يسوونها العديد من أصحاب المحتوى في اليوتيوب أو اليوتيوبرز، بحيث أنهم يجذبون الناس ويضغطون على مقاطعهم إذا شافوا الصورة مثيرة أو حتى العنوان يجذبهم لمتابعة المقطع. ويمكن لاحظتوا أن دايلر بالذات في الآونة الأخيرة مختفي عن الساحة، ويمكن بعضكم سمع عن القضية اللي شاعت عنه في منصات التواصل الاجتماعي، وأنه تم القبض عليه مع بنت قاصرة على أنها عارضة أزياء. وتكلم العديد من الأشخاص في منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا في اليوتيوب عن هالموضوع، وخصوصا اللي محتواهم نقدي ضد المحتويات التافهة أو حتى الأشخاص التافهين. واحد الأشخاص
اللي تكلم عن مشكلة دايلر وكان يجيب تفاصيلها، اللي هو أبو طلال الحمراني، وله حساب في منصة اليوتيوب ينزل فيه قصص بعضها واقعية وبعضها قد تكون من نسج خيال الناس. وكان أبو طلال الحمراني بحسابه في منصة تويتر يتكلم عن تفاصيل القبض على أحد المشاهير اللي توقعوا الناس أنه دايلر حسب ما شاع عنه، وصار أبو طلال الحمراني يعطي معلومات بالقطارة في منصة تويتر عن تفاصيل القبض على الشخص المشهور اللي كانوا الناس يتوقعون أنه دايلر، وأنه تم القبض عليه وهو في حالة يتعاطى الممنوعات. وبعدها أبو طلال الحمراني قام يجيب تفاصيل زيادة أن أيضا الشخص اللي كان يتعاطى معه ممنوعات فكان برفقته فتاة قاصرة واللي الناس توقعوا أنها عارضة الأزياء. العجيب في الموضوع أن أبو طلال الحمراني قام يجيب تفاصيل زيادة، وحتى قبل كم يوم ما قصر في قناته باليوتيوب وجاب القصة بالضبط زي ما عرضها في حسابه على منصة تويتر بدون ما أنه يجيب تفاصيل أكثر. وآخر التفاصيل اللي جابها أبو طلال الحمراني أن دايلر تم تهديده من أهل عارضة الأزياء أن يتزوج بنتهم علشان يتنازلون وما ينسجن، بتهمة أنه كان يتعاطى الممنوعات وبنتهم اللي هي عارضة الأزياء كانت مع المشهور اللي توقعونه الناس دايلر. وهذه النقطة بالذات اللي طراها ميكس 19 مع سنشيرو في قناتهم كلام كثير بأحد المدونات الصوتية أو البودكاست اللي عرضوها مؤخرا عن قضية دايلر ومجموعة من المواضيع الأخرى. وكان يتساءل محمد اللي هو ميكس 19 أن ماذا لو كان دايلر مسوي مقلب في اليوتيوب وأنه ما أنمسك ولا أنسجن علشان بس يرفع مشاهدات، وخصوصا أن محمد اللي هو ميكس 19 وضح أن الأمر أصبح مريب بعد ما جاب سيرة أهل عارضة الأزياء وكيف أنهم بغوا يبتزون دايلر بحيث يتزوج بنتهم علشان يتنازلون عنه ما ينسجن، واللي أيد كلامه زياد اللي هو سانشيرو. وفعلا قد يكون كلام محمد أو ميكس 19 صحيح، لكن قد يوصل الموضوع لهالمواصيل إذا تم هتك عرض عارضة الأزياء فقد يطلبون أهلها بتنازل مقابل أنه يتزوجها. ولو أن الموضوع ما نتوقع أنه يوصل لهالمستوى، لكن قد تصير مع بعض الأقليات وخصوصا اللي يسمحون البناتهن بالخروج بذي المناظر المقيتة ويدرون أن بنتهم بتقعد مع النطيحة والمتردية وما أكلها السبع. وللمعلومية أن دايلر مهب أول مرة تجي في باله أنه مقلب المتابعين، فسبق وقد مقلبهم أن شقته انسرقت وكان متفق مع أحد أصحاب المحتوى أو اليوتيوبرز اللي هو نيفو وكان ساكن معه في الشقة بحيث أنهم يفضونها، ويدخل دايلر في الشقة أو في المنزل ويكتشف أن أغراضه انسرقت، وبعدها أعلن ذلك للمتابعين أنه ما انسرق وأنه مقلب عليهم ورجع ينزل مقاطعه المعتادة. وأيضا قد سواها مرة ثانية وحاول أنه يمقلب المتابعين بأنه ناوي يتزوج وأنه الآن خاطب وجالس يستعد للزواج وأموره، وبعدين كشف ذلك للمتابعين وقال لهم أنه مقلب، وبالضبط زي ما سوى عبد الله النعيمي هالآونة الأخيرة اللي كرهت متابعينه فيه. وأيضا حذروا بعض الناس من عبد الله النعيمي وغيره بأنهم ما يكذبون على المتابعين من خلال صورة المقطع والثمنيل وحتى الكذب عليهم أو جذبهم من خلال العنوان. وللمعلومية ترى فيه زر بلاغ مخصص للي يكتبون عناوين كاذبة أو حتى يحطون صور وثمنيلز كاذبة، واليوتيوب بيتصرف معهم بكل شدة، وخصوصا في ذا الوقت اللي دائما ننصح الناس أنهم يرفعون بلاغات زودا على انتقادهم للمحتويات التافهة، لعلنا نساهم في تحسين هالساحة وزيادة الأشخاص التوعويين أو حتى الأشخاص اللي لهم جانب ترفيهي بدون ما أنهم يأثرون على المتابع أو حتى على المنصة. وخصوصا إذا رجع دايلر وسوى الموضوع هذا على أنه مقلب وطلع كلام ميكس 19 صح بأن دايلر كان مقلب اليوتيوب، فلا بد أننا ناخذ الموضوع للمستوى الآخر، وهو ليس فقط بالانتقاد بل رفع البلاغات، وبإذن الله بيتم إقفال العديد من القنوات اللي جالسة تتحايل على المتابعين من خلال مواضيعهم السخيفة اللي ما ترفع من قيمة الشخص اللي تابعهم ولا حتى الساحة. فالمقالب والتحديات وحتى قنوات ردات الفعل الآن بدأ اليوتيوب يشد عليهم، ولا بد أنكم ترفعون بلاغات عليهم بشكل مكثف، وأكيد لا ننسى تقييم المقاطع حقتهم بعدم الإعجاب أو الدسلايك لعلها تتلاشى في المستقبل القريب. لكن شاركوني آراءكم في خانة التعليقات، ولا تنسون تقيمون المقطع بالضغط على زر الإعجاب، وللي حاب يدعم القناة تقدر يشترك فيها، وحبذا تابعوني على باقي منصات التواصل الاجتماعي وبتلقونها في خانة الوصف حتى نتمكن في رفع وعي الفرد والمجتمع على كافة المجالات.